أولاً اجتماع مهم جداً كان وضع اللمسات الأخيرة إلى تحشيد الطاقات كلها إلى جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ونقول ما نقول بعد 10 أيام إن شاء الله، مين ستكون هي جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية وتكييف الكتلة الأكبر برئاسة الوزراء إن شاء الله. بل رئاسة الجمهورية مرشحنا سيد ريبر رئاسة الوزراء من حصة المكون الأكبر والكون الشيعي، إن شاء الله هم يتفقون على اسم ومرشح التحالف الثلاثية الآن سيد ريبر أحمد. رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لا مثلث معطل، ولا باعتبار الأغلبية أصبحت واضحة إن كانت بالثلثين وإن كانت بالأغلبية البسيطة للحالف الثلاثي إن شاء الله.